السلام عليكم يا أحلى عائلة في اليوتيوب، ورجعت لكم بيوم جديد مع الهامسترات. كتير بيطلب مني إنه أسوي ألعاب للهامستر. المهم في هذا الفيديو راح أسوي ديكور جديد في قفص الهامستر الذكر والأنثى، فحبيت أشارك معكم هذا الفيديو. وبما انه انا في دولة ما فيها محلات بينباع فيها الاغراض الخاصة بتاع الهامستر، مثلا كوخ او عجلة كبيرة او انابيب لوحدها ما بتنباع. المهم حاولت انه اجيب اي شيء عندي في البيت ما نصالح، مثل ما عم تشوفوا هلأ هدول كانوا في المطبخ، فامي كانت حابة انها تغيرهم، فطلبت منها انها تعطيني هدول مشان نصنع بيه كوخ للهامستر. وكمان هدول راح يجيكم اغراض غريبة. المهم هدول راح نصنع منه كمان كوخ صغير، لانه الهامسترات بتحب انها تدخل في الاكواخ الصغيرة. وكمان هاي راح اصنع منها شيء. المهم كل هاي الاغراض راح ازين بيها القفص بتاع الهامسترات. بالنسبة لهاي القنينة راح استعملها مثل الانبوب، وهي كمان لانه احيانا بنحب انه نستعمل الانابيب، بنستعمل الاوراق بتاع كرتون بتاع الحمام، بتاع مناديل بتاع الحمام، بس الهامستر بيخربها بسرعة. فإذا عندكم أي قنينة سميكة مثل هاي استعملوها كأنابيب للهامستر. فأنا ما راح أقول لك إنك تجيب هدول الأغراض مشان تصنع الألعاب للهامستر، أنت ابحث في بيتك الأشياء اللي ما لها صالحة، اسأل أمك شو الأشياء اللي عندها في المطبخ راح ترميها، او الاشياء اللي هي حابه تستبدلها باشياء اخرى، فاسالها وخذ هاي الاشياء مثل ما اخذت انا هاي الاشياء، وراح ازين بيهم القفص بتاع الهامسترات. فمن غير ما اطول عليكم، اذا كنت اول مره تشوف هذا الفيديو اضغط على كبسه الاشتراك مشان تنضم لاحلى عائله تعشق الهامسترات. ويلا نبدا الفيديو. فأول شيء راح أبدأ بهي، بدنا نصنع كوخ يكون لونه حلو وشكله حلو، ما بلاقيه بينباع في المحلات عندنا. فراح أخذ هذا، فراح أخذ هاي العلبة وراح أسوي هون باب، وبعدين راح ألصق هاي هون بهذا الشكل. راح نحصل على كوخ للهامستر كبير، يصلح للهامستر الواحد حتى لو كان كبير. فانتوا في بيتكم اي علبة عندكم لونها حلو ممكن انكم تاخدونها، او ممكن انكم تروحون للمحلات اللي بتبيع اواني البلاستيك وتشوفون ارخص شي عنده ويكون بهذا الشكل، وتسوون ثقب للباب، وهيك بيصبح عندنا كوخ للهامستر. بالنسبة لهدول راح ناخذ كل واحدة وغطائها بهذا الشكل. راح احط مسدس شمع هون، وبعدين راح ألصق هاي بهاي الطريقة مشان لما نحطها في القفص ما تعود تتزحلق بهاي الطريقة. وكمان هاي بهاي الطريقة.
بالنسبة لهاي القنينات حلها جد سهل. سأقص شوي من هون وراح أعمل ثقب هون مشان يصبح أنبوب جاهز إن الهامستر يدخل من هون ويخرج من هون، ونفس الشكل ونفس الشيء في هاي القنينة. بالنسبة للأنابيب مثل ما عم تشوفوا قصيتهم من هون وهون بهذا الشكل، وهدول البقايا بتاع الباب يلي كان هون راح اخلي كل قطعة اسفل الانبوب مشان الانبوب يضل ثابت في القفص، يعني ما يروح في هاي الجهة ولا لهاي الجهة، يضل ثابت في القفص. بالنسبة لهذول القنينات انا لاحظت انه الهامستر بيحب لما بعطيه شيء بيكون غارق مثل هاد، بيحب انه يدخل هون وياكل او يخزن اي شيء او يلعب في النشار او اي شيء. اذا عندكم رمل للهامستر خاص بالهامستر ممكن انكم تحطون هون وتعطون للهامستر. فانا راح اخلي هاي الغطاء هنا وراح اشيل هذا الغطاء الصغير مشان الهامستر يدخل ويلعب هون ويكون شكلها حلو ومنظرها او لونها حلو. فمشان هيك كمان راح اشيل هدول واخليها بهذا الشكل مشان الهامستر يستعملها. انتو اذا ما عندكم طبعا ما راح يكون عندكم نفس هدول اللي بينشال لهم هدول الغطاء، راح تجيبون هاي القنينة راح تكون مسكرة وراح تحاولون انكم تصنعون ثقب هون وراح تحصلون على قنينة مثل هاي. هلا بما انه كل شيء جاهز، الانابيب والاكواخ والاكواخ الصغيره اللي ممكن ان نخلي فيها اكل للهامستر، راح اروح للقفص وراح تشوفون كيف راح ارتبهم. طب اول شيء راح اجي لهذا المكان يلي راح اخلي فيه كوخ بتاع كراميلا، وراح اخلي الورق الملون مشان كراميلا تصنع العش كراميلا انا تعودت اني اذكر اسم كراميلا، قصدي مشان هستري تنام في هذا المكان. بعدين راح اضيف هاي في هاي الجهة، بعدين الأكل سأتركه هون في الوسط. بعدين الأنبوب وآخر شيء هاي بالنسبة للحمام هي بتستعمل هاي المنطقة كحمام. المهم هلأ راح أضيف نشارة كمان، وطبعا هذا الديكور ما راح يفضل بهذا الشكل لأنه الهامستر راح يخرب كل شيء. المهم احنا نوفر له أشياء مثل الأنابيب ومثل هاي تدخل فيها وتلعب فيها، وطبعا هو راح يخرب المكان. راح أضيف النشارة هاي النشارة اللي بضيفها هلأ، هي النشارة يلي كانت عند هستري في القفص مشان أنا يدوب نظفت القفص امبارح فرجعت لها النشارة القديمة مشان المكان ما يتغير عليها. سأضيف الورق الملون هون، ربما انه يكون بدها تنام في هذا المكان.
ومشان القفص يعني كإضافة بالنسبة لي أنا بدي أشوف إنه يعني كرهت لون إنه شارة، فبضيف الورق الملون مشان يعطيني لون حلو في القفص. هدول القطع خشبية مشان هصري تعدها بأسنانها، لازم نوفر القطع الخشبية بما انه عندي قفص زجاجي ومانو تاع الحديد، فالهمصر بيحتاج شيء يعضو او راح يخرب القنينة بتاع الماء مثل ما حصل معي في الدكور. وهذا الشكل القفص، وهذا شكله من هون. اعطوني رأيكم في التعليقات. وهلأ راح نجيبها هاستري ونخليها في قفصها. بدك تهرب؟ جربت كل شيء، فاضل الأنبوب. وهيك هاستري بتكون جربت كل الأغراض يلي في القفص، وهيك صار لها كتير أشياء يعني تلعب فيهم. فاضل العجلة. العجلة أنا عندي مشكل في العجلة، العجلة اللي عندي ما فيني إنه أثبتها في القفص الزجاجي، فبفكر إنه أصنع لهم عجلة مثل ما صنعت للكراميلا، بس بدي أدور على المواد يلي استعملتها في العجلة، وبعدين راح اصنع لهم عجلة واخليها كمان في القفص. هلا اجى دور قفص الذكر، وكمان راح نصنع له راح نرتب الاغراض في القفص، وراح ارجع لكم بعد ما اكمل الترتيب. وهذا قفص كراميلو كمان مثل ما عم تشوفوا.
الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو شاركوه مع أصدقائكم وحطوا لي لايكات مثل ما شفتوا، من أغراض تافهة، من أغراض بسيطة خلينا القفص بشكل أحسن من اللي كان، بألوان أزرق أخضر أصفر، يعني الألوان هي اللي بتعطي رونق للقفص. طبعا القفص راح يتخرب بعد 24 ساعة، المهم احنا نوفر لهم هدول الاشياء مشان هم يستخبون فيها، وما بيحبون انهم يستخبون في الاشياء. فاشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله مع العاب جديدة، وراح اصور لكم كمان قفص الجديد بتاع جينجر، وراح نصور كمان الالعاب يلي راح اصنعها لجينجر. فاشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله، مع السلامة.